لو كنت قلت لي اترك الدنيا واللي فيها، تركي شغلك وحياتك، تركتك رميلك. سوري تأخرت شوي. هيدا إنسان أنجع عم تعرف عليه، ما بعرف شي عنه بصراحة. أنا هلأ رح أحكي وأنت رح تسمعيني، ورح تسمعيني كتير منيح. مرسي مرسي عن جد. عن جد لمعلوماتك، إذا أنا الفضيحة فأنت وولادك وأم ولادك وأمك عايشين من وراء هاي الفضيحة، وما فيكن تعيشوا بلا هالفضيحة. روح وجرب تنسى، لأنه أنا كمان رح أجرب أنسى. مش المهم شو بدنا، المهم شو بنقدر نعمل. واللي بنقدر نعمله هلأ بس هو إنه نهرب. نهرب لبعض ولا نهرب من بعض؟ نهرب من ضعفنا، من يلي عم بيقولوا عيوننا، بس كلامنا ما عم يقدر يقولوا. أميرة خلينا نروح على بيتنا. بيتنا؟ أول مرة بسمعك عم تقول هالكلمة. بيتنا حلو كتير. عن جد آدم، عن جد حبيبتي كتير حلو. لك أهلين بأحلى عروس بالهيبة كلها. الله يهنيك ويهنيك فيك. عريسك ناطرك. بعدوا عني. مين بده يبلش شباب؟ أنا راح بلش. أيمتى آخر مرة شفتيه لزوجك السابق؟ إذا بدك تحسب كم مرة بكوبس فيه أنا ونايمة بالليل، فيك تقول يعني بشوفه يوم إيه يوم لا. صريحة ودمها خفيف كمان. مش دايما، أوقات ما في أتقل من دمي.